فلاميني إلى خارج أرض الملعب والرمية الجانبية، رمية جانبية ملعوبة تصل لشبشنكو، شبشنكو من ناحية اليسرى عرضية لك جاتوزو لكنها تدخل، تعود جاتوزو مرة أخرى، جاتوزو رونالدينو صح 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 يا رونالدينيو أنت اللي تجيبها يا بطل يا بطل يا بطل، افرح يا أنشيلوتي، خلاص ثلاث نقاط، ثلاث نقاط للروزانيلي، هو كان المطلوب، هي اللمسة كانت مطلوبة، جاتوزو هو الصح، سجل هدف في المباراة الماضية، صلح هدف في المباراة الماضية، جاء وقاتل الجلاديتور وصلح هدف في المباراة هذه الآن وسدد رونالدينيو، ما كذب خبر أبدا، لم يكذب الخبر الأكيد اللي كان من جاتوزو وسدد كرة مباشرة في المرمى، إدواردو لا يملك معها شيء، الثواني تمضي، شفشينكو كان معه الخبرة في الكرة العرضية، جاتوزو كان معه الخبرة في إعداد الكرة، رونالدينو سدد أيضا بخبرة 28 سنة والكرة في المرمى، هدف أول وأخير في المباراة على ما أعتقد وعلى ما يحدث من ثواني، هدف يعطي الرزينيري أيضا صدارة في كأس الاتحاد الأوروبي،